مرحبا دولي، سلسلة حلقات أسبوعية ستعرض اعتبارا من الليلة بعد نشرة الأخبار على شاشة الـ LBCI من تأليف وإخراج محمد الدايخ، وتدور حول العلاقة الملتبسة بين المواطن والدولة. محمد يعطيك العافية، شو الوضع؟ شو عاملين؟ عم نركض. عنا هلا مشهد، شو قصة؟ شو بدك هلا جايين بهالوقت؟ اليوم مفروض يحطوا أول حلقة. مرحبا دولة اسمه. ليه اسمه مرحبا دولة؟ بحس إنه هاي كلمة كتير نحن بنستخدمها، يعني أول شيء المواطن بحسه مش هالقد بحب الدولة يعني. سلام. كلنا إيد واحدة هون. خليني معلم. تفضل. مش المسيحيين بحبوا يسبوا على الشيعة دايما. على أساس أنا اللي بدي أحكي. إيه بس أنا عم عرف، خل أنت عرف عن نفسك. تفضل. شو بدي؟ فريق عمل تمام، يعني هو ذاته كان معنا قبل، فيه أشخاص جديد، فيه وجوه جديدة وهيك. شو دورك أنت؟ أنا مدير تصوير. إنتاج ضخم كتير يعني، وبنشكر الـ LBC من هيدا المنبر. ما عم تعوزهم شي 6-7 كاميرات بس، بدي بروح بلقط حيلا كاميرا وبصور وكلهم جاهزين. اللاين بروديوسر هو معرف عنه، هو يعني عن جد يعطيه العافية، هو آية والشبيبة كلهم عملوا. خلص قلن مرحبا، يعطيكم العافية. نحن بالتعاون مع الـ LBC عم نجيب دجاج، لحمة، أي نوع من بروتينات، كل شي معقول يعوزه فريق العمل. لا. شو دوري أنا؟ ما حدا بيقول دركة بالفصيلة و حس حالي بالمدرسة. شو هلأ؟ شو بدك؟ بدنا نصور المشهد ولا بدناش نصور المشهد؟ بس بشكل يا حبيبي ليش بدك تحكي حالك؟ أنا أنت من بيت مصرات، تعرفين كيف نعمل كلاشن؟ ليه اسمه مرحبا دولي؟ لأنه مرحبا أنا دولي. قصص غريبة يعني حتصير، بس انه مرتبطة بالواقع الاجتماعي اللي نحن عايشينه. لا انا بتحكوا معه، بتحكوا معه بذات الوقت. في بس انا خلصت. لا كمل انت. لا انا خلصت والله. لا انت كمل. خلصت، سألني كتير وحكيت كتير. خلص استنى. يلا.